في مصر يتفاعل رمضان بشكل مختلف، فإن كان منع صلاة التراويح خلال الشهر الكريم منطقيا لأنها لا تتناسب مع إرشادات التباعد الاجتماعي في زمن كورونا، فما الخطأ في إذاعة قرآن المغرب عبر مكبرة الصوت في المساجد؟ سؤال طرحه الناشطون في مصر ورافقه غضب واسع بعد منع إذاعة القرآن في المساجد خلال شهر رمضان، مطلقين هاشتاج إقالة وزير الأوقاف. واتهم الناشطون الوزارة بالسعي إلى حرمانهم من الأجواء الرمضانية، داعين إلى حملة لإذاعة القرآن من شرفات المنازل. إذن لن يذاع القرآن قبل صلاة المغرب في مساجد مصر، وهو أمر أكده رئيس القطاع الديني مشددا على أنه سيسمح فقط بأذان النوازل. قبل الكلمة دكتور أو شيخ جابر، يعني بالنسبة لقرآن صلاة المغرب لا تؤكد على أنه الأذان وفقط، صحيح؟ أذان النوازل وفقط. نعم نعم، فيما يخص الزنا وخلافه غير مسموح به أيضا. نعم، المسجد معلق الصلاة فيه ومغلق حتى يعني أذان النوازل فقط، والصلوات في البيوت كما يقول المؤذن: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. سيل واسع من التعليقات رافقها غضب عبر المنصات المصرية. إبراهيم عباس قال: اتمنعت الصلاة في المساجد بسبب الحد من انتشار الفيروس، قلنا تتعمر البيوت بالإيمان وببركة الصلاة فيها بجماعة كأسرة، لكن الضرر اللي ممكن يحصل من إذاعة قرآن المغرب قبل الأذان كالعادة بالشهر الكريم. وكتب أحمد غابر: صلوا في رحالكم وانزلوا شغلكم، صلوا في رحالكم وركبوا المترو واركبوا المترو فوق بعضكم، صلوا في رحالكم والبنك ما فيهوش عدوى لكم، صلوا في رحالكم وتكدسوا في أسواقكم، وصلوا في رحالكم وتحشروا في قطاراتكم، وصلوا في رحالكم وصوروا أفلامكم ومسلسلاتكم. وكتب محمد غانم: وبالنسبة لترديد الأذان خلف المؤذن، مسموح يا مولانا؟ اللهم أننا براء من ذلك وأننا مغلوب على أمرنا، فتقبل من صيامنا وصلاتنا. حسين سيد أحمد قال: دعوة لإذاعة القرآن قبل المغرب من المنازل، كل واحد يضع راديو في البلكونة في بلكونة منزله ويشغل القرآن على أعلى صوت، لن تحرمونا من إقامة شعائر الشهر الكريم. وزارة الأوقاف سارعت إلى نشر بيان توضيحي، قالت إنها لم ولن تصدر أي بيان يمنع قراءة القرآن، داعية المسلمين في مصر وخارجها إلى الاهتمام بقراءته خلال الشهر الفضيل، لكنها تشبثت في المقابل بقرار قصر عمل المساجد على رفع أذان النوازل كما هو مطبق في جميع الدول العربية والإسلامية حفاظا على النفس البشرية، كما حذرت من الحملات المشبوهة لما سمتها بالجماعات المتطرفة التي تثير الفتنة ببث الشائعات والأكاذيب وفق تعبيرها. تعليقات المصريين حملت كما وافرا من التغريدات الساخرة، اخترنا لكم بعضها.